أغلب الأسئلة لا إجابة لها، هذا صحيح بسبب محدودية العقل الإنساني وبسبب تنوع الملكات الإنسانية. فكرتنا عن إن كل سؤال له جواب آتية من التراث العقلي الذي ورثناه من الفلسفة اليونانية، بالإضافة إلى التراث الديني الإيقاني الذي ورثناه من تاريخ التدين. الواقع يقول إنه الأسئلة أكثر من الإجابات المعرضة لها. بالنسبة للسؤال الثاني اللي هو التفريق بين الله المطلق والله كما نتصوره، خليني أوضح المسألة ببساطة شديدة من خلال المقارنة بين الديانات التوحيدية الثلاثة. الديانات التوحيدية تتفق على أنها تصدر من مصدر واحد، تؤمن بإله واحد هو الله، ومع ذلك كل ديانة من هذه الديانات تقدم تصورا لله مغاير للتصور الذي تقدمه الديانة الأخرى. الله الواحد هو فكرة مطلقة قادمة من خارج الاجتماع. معنى المطلق أنه قادم من خارج الاجتماع. عندما تتنزل الفكرة المطلقة إلى الاجتماع، يعني حينما تنزل إلى العالم، فهي تعبر عن ذاتها من خلال العالم، أي من خلال البشر وتصورات الناس. كل ديانة بتعطي تصورها الخاص لله، ولذلك قلنا إن الديانات تدينات، أما الدين الخالص فهو الفكرة المطلقة لله في ذاته. أما السؤال الثالث، ما هو الكفر؟ الكفر هو وجهة نظر كل ديانة في الديانة الأخرى، ولذلك الكفر هو مفهوم يتعلق بالديانة، مفهوم يتعلق بالتدين. إنه كل ديانة بتعتقد أنها تحتكر الحق المطلق، تحتكر المعرفة الصحيحة بالله، في حين إنه هذا يرجع إلى الفكرة الحصرية التي تقول بأن الحقيقة واحدة ومطلقة، والتحريف، تهمة التحريف المتبادلة بين الديانات تلغي تماما الاستناد إلى فكرة التحريف التي تدعيها كل ديانة على الديانة الأخرى. بالنسبة للسؤال الرابع، كيف كنا سنكون لو بقي الاعتزال بين المسلمين؟ المرجح انه لو بقي الاعتزال بين المسلمين ولم يتعرض للهجمة العنيفة اللي اطاحت به بعد الانقلاب المتوكلي، الأرجح أن وجودا لفكرتي العقل والحرية كان سيكون أكبر مما هو عليه، لأنه ما حدث أن المنظومة السلفية النقلية الحرفية التي كتبها بالتحديد أهل العقل النقلي، هذه المنظومة النقلية منظومة
في الواقع مخاصمة للعقل وللحرية. التقديم الاعتزالي كان ببراءة البدايات الأولى كان يقدم مفهوما طبيعيا للدين لا يفصل بين الإنسان وبين الحقائق، إدراكه للحقائق الأولية عن الدين، وبالتالي كان باستطاعته أن يناغم بين الدين في ذاته وبين استخدام العقل الذي هو منحة إلهية، وبين الحرية التي هي طبيعة إنسانية، أي ترجع بالتالي إلى إرادة الله وإلى خلق الله. المنظومة النقلية التي كتبت في الواقع التراث الديني الذي يدين به معظم الناس الآن صدرت مفهوما مضادا لفكرة العقل، يتوجس تماما من استخدام العقل باعتباره قد يفتح أبواب الشيطان التي تؤدي إلى نقائض الدين، ويتوجس من فكرة الحرية التي يعتقد بالضرورة أنها مناقضة لفكرة الطاعة. الحرية خلق إلهي، العقل خلق إلهي، لا تناقض إطلاقا بينهما وبين فكرة الدين المطلق في ذاته. السؤال الخامس، فكرة الجاهلية المعاصرة أنها باتت راسخة للغاية في وعينا الجمعي، ما رأيك بوصف كل تفاصيل الحياة قبل النبي محمد بأنها جاهلية؟ في الحقيقة وصف الجاهلية أصبح وصفا اصطلاحيا، يعني الجاهلية التي تفيد في معناها الحرفي إما نقيض الجهل وإما نقيض الحلم، هذا المعنى صار غير مستخدم الآن في التعبير عن الحقبة السابقة على الإسلام. فأنت إذا كنت مستعد إنك تقبل المعنى الاصطلاحي فهو إنه الجاهلية تشير إلى الحقبة السابقة الزمنية السابقة على الإسلام. أما إذا كان المقصود أن كل ما كان سابقا على الإسلام هو متخلف وهو رديء وهو لا إلهي وهو لا ديني، فهذا في الواقع غير صحيح، لأن جزءا كبيرا مما نجده في منظومة الدين الإسلامي كانت في الواقع امتدادا اجتماعيا طبيعيا لفترة وتراث ما قبل الجاهلية. الإسلام لم ينطلق من نقطة بدء في الفراغ التاريخي، وإنما انطلق من المنظومة التراثية الجاهلية السابقة عليه. السؤال التالي، الشيعة ليس لديهم مؤسسة دينية مركزية تشبه في نفوذها وسلطتها الكنيسة الكاثوليكية، هل هذا سيساعد الشيعة على تطوير الفكر الديني بينهم مقارنة بالسنة؟ في الحقيقة وجود المؤسسة هو ضرر محض أو ضرر غالب، لأن المؤسسة تاريخيا لعبت دورا هائلا في تكريس مقولة الحق الحصري في الديانة، وهذا كما قلت يتناقض مع
فكرة التنوع الطبيعي للاجتماع، وأيضا كرست فكرة المفهوم المؤبد للدين، وهذا يتناقض مع قانون التطور الذي هو قانون اجتماعي طبيعي. ومن هنا فالمؤسسة الدينية هي تنطوي على مخاطر جسيمة منذ بدايتها التاريخية التي ارتبطت فيها مع فكرة الدولة في التاريخ القديم للتدين. ومع ذلك عندما تكلمنا عن الكنيسة الكاثوليكية باعتبارها مؤسسة دينية أصابت المسيحية بكثير من الضرر، إلا أنه عندما حان الحين للمسيحية أن تواجه هجمة الحداثة والضغوط التي فرضتها عليها الحداثة وفرضها عليها سؤال التطور، وكان لزاما على الدين المسيحي بعد هجمة الحداثة الغربية بقيادة العلم، حينما كان لزاما عليه أن يتراجع، استطاعت الكنيسة أن تقوم بدور مهم بعض الشيء في تنظيم عملية التراجع التي تمثلت في التنازلات التي قدمتها الكنيسة لصالح التوافق مع الحداثة ومع العصر. بالنسبة للإسلام الذي لم يواجه حتى الآن ضغوطا قوية من سؤال الحداثة وبالسؤال التطور بسبب تأخر التغير في الهياكل الكلية باتجاه الحداثة، بالنسبة للإسلام عندما يحين الحين لعملية انسحاب تدريجية منظمة سيكون مفتقدا لهذه المؤسسة التي تنظم عملية الانسحاب والتراجع. عملية الانسحاب والتراجع قد تكون أكثر تنظيما لدى الشيعة بسبب وجود شبه المؤسسة، لأني لا أقول بوجود مؤسسة كاملة تشبه المؤسسة الكاثوليكية، ولكن هناك بالنسبة للإسلام السني غياب المؤسسة بالمعنى التنظيمي الدقيق الحقيقي سيعني في النهاية غياب الهيئة القادرة على تنظيم علاقة الدين بسؤال التطور وتنظيم عملية الانسحاب الحتمية الآتية التي لا مفر منها عندما يفرض التطور ذاته على التدين ونظامه الاجتماعي الذي سيكون عليه أن يتغير. هناك طبعا فارق بين المؤسسة في الشيعة وبين شبه المؤسسة في السنة. المؤسسات الحديثة اللي يشار إليها في النطاق السني على أنها هي مؤسسات، هي ليست مؤسسات في الحقيقة بالمعنى الدقيق اللي هو هيئة يعتقد الجمهور بإلزامية أوامرها. الأزهر على سبيل المثال، على الرغم من أن له سلطة معنوية وأدبية عند القطاع كبير، إلا أنه من الناحية الرسمية لا ينطوي على اعتقاد من قبل الجمهور في إلزاميته الدينية. هناك اعتقاد أحيانا بأن له سلطة أدبية في نطاق الفتوى، في مجال الفتوى، ولكنه لا يمثل سلطة دينية بالمعنى الحقيقي إلا
باعتباره جزءا من الدولة. الأمر يختلف نسبيا في النطاق الشيعي، حيث تمثل المرجعيات المؤسسية مؤسسات إلى حد كبير، ومع ذلك فيتظل دون المفهوم المؤسسي في المسيحية الذي كان يلزم الناس بقناعات ضرورية باعتبارها سلطة مستمدة من الله، باعتبارها مسندة إلهيا. ولا تزال الكنيسة حتى الآن تتكلم عن سلطتها باعتبارها سلطة مستمدة من المسيح. السؤال الأخير، تقسيم الدين والتدين، هل له علاقة بالتقسيم التقليدي عبادات ومعاملات؟ وما مكان الحرية في الدين؟ لا، الدين والتدين تقسيم مختلف تماما عن التقسيم التقليدي، ولا علاقة له بهذا التقسيم التقليدي إلى عبادات ومعاملات. التقسيم إلى عبادات ومعاملات هو تقسيم فقهي قديم، الغرض منه تقسيم شرح المنظومة التقليدية السلفية فيما يتعلق بالفقه. إنما تقسيم الدين والتدين هو تقسيم ينتمي إلى مزيج من تاريخ الدين والفلسفة والأنثروبولوجي والسوسيولوجي. التقسيم الدين والتدين هو تقسيم يدعو إلى التفريق بين الإلهي الملزم وبين البشري غير الملزم، يهدف إلى إيضاح أن ما يتدين به الناس اليوم هو في الحقيقة نتاج الموروث التاريخي الذي صنعه الفقهاء والعلماء والمفسرون والشراح، وقدموا من خلاله منظومة موسعة باسم الدين تم إلحاقها بالدين. هذه المنظومة تاريخية اجتماعية ليست إلهية في كليتها. الإلهي فقط هو الفكرة المطلقة المسندة التي تتعلق بالله والأخلاق الكلية. أما مكان الحرية في الدين، فالحرية هي جزء من صميم الإنسان، جزء من صميم الروح الإنساني، وبالتالي لا يمكن منطقيا أن تكون في موقع الخصومة مع الدين. هي في الواقع في موقع خصومة مع تراث التدين الذي صنعته المؤسسات الدينية عبر التاريخ الطويل، اللي فرض ذاته وصير ذاته متحدثا رسميا باسم الدين وليس الدين. داخل مفهوم الدين لا يوجد أي قيد على حرية الإنسان إلا قيد الأخلاق الكلية. شكراً.